هذه الأنامل الصغيرة التي تعزف بإتقان شديد تذكرنا بعازفي البيانو المشاهير أمثال بيتهوفن ودرايكلمان. فأولئك المشاهير هم أصدقاء أنس الحقيقيون، يعيش معهم من خلال موسيقاهم ساعات طويلة في اجتهاد منه لاستطلاع الحالة الإبداعية التي كانوا عليها وليتقمص قليلا مما تركوه لنا. أنا بميل أكتر إشي لبيتهوفن لأنه بعجب قدرته على وضع الأفكار المتناقضة جنب إلى جنب بقطعة واحدة بتعبر عن الحزن والفرح بنفس القطعة، وبحس إنه مقطوعاته بتحمل زخم من المشاعر الإنسانية، وأنا بالنسبة إلي إنه بتشكل عزف مقطوعة إله تحدي ممتع وحقيقي ومثير. ولا يعتقد أنس أن لعازفي البيانو مواصفات خاصة كحجم اليد وطول الأصابع، فالمهم الإحساس والشعور الذي يترجمه العازف من خلال البيانو ليبثه هدوءا يجذب المستمعين. ما بعتقد أنه في عوامل مثل حجم الإيد أو طول الأصابع أو قصرها أو عرضها، بس أنا أنه المواصفات النفسية، العزف إحساس، المثابرة على التمرين، والحالة النفسية عند الشخص نفسه. الفن في حالة أنس أوجد ثقافة من الإبداع في تنمية مهاراته النفسية والاجتماعية، فشخصية أنس تتسم بالصبر والتركيز والهدوء. حالة الإبداع عند أنس وتعلقه في آلة البيانو تحديدا خلقت عنده نوع من أنواع الصبر والانضباط والتركيز، وجدولت نفسه حتى بلش يحط المهام والجدول لتاريخه اليومي، كيف بده يمشي بحياته بتسلسل مهم، وساعات التدريب يحددها، ساعات الدراسة يحددها، ساعات اللعب يحددها، شو الأنواع القصص اللي بده يقرأها. ومثلما قيل بأن المبدع مهووس بإعادة صياغة الطبيعة بالحلم والموسيقى والألوان، فإن أنس كالعصفور ينثر على من يسمع عزفه فتافيت الوجد، وينقر في ظل مواجعه بحثا عن حلم مقهور، وينقر كحبات المطر الأرض الجدباء والمواجع لتتفتح مواسم العطر في قحط الفصول.